تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتميز في العمل الاجتماعي والتطوعي تحت عنوان العمل الاجتماعي بين قياس الأثر وتحقيق الاستدامة، الذي تنظمه جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتا بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. جمع من المختصين والأكاديميين في مجال العمل الاجتماعي يجتمعون في البحرين يناقشون ويبحثون السبل المثلى لإثراء تجربة العمل التطوعي وتعزيز آليات تطويره والارتقاء بالعاملين فيه. مهم جدا دائما في العمل التطوعي أن يكون قياس لأثر العمل التطوعي، وفعلا مبادرة كانت طيبة من الجمعية البحرين العمل التطوعي مع جائزة الأميرة صيتا في طرح هذه المبادرة لقياس الأثر في مؤتمر دولي. مؤتمر ثاني إن شاء الله هي لبنة ثانية في تقدم العمل الاجتماعي في دول الخليج. ما في شك الترابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حنا في دارنا الثانية وهم إذا جونا في دارهم الثانية. نتمنى أنه العمل الاجتماعي يرتقي إلى ما تطلع إليه حكومات هذه الدول. النسخة الثانية من هذا المؤتمر تسعى إلى أحداث نقلة نوعية في الخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة في العالم. التركيز على الكثير من الأمور التي تهم العمل الاجتماعي، من ضمنها المهارات الأساسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار من قبل جميع العاملين في العمل الاجتماعي سواء ممارسين مهنيين. تعزيز العمل الاجتماعي في النواحي الدولية من خلال نقل التجارب ومن خلال المواضيع التي طرحت وورش العمل التي قدمها خلال الأكاديميين والمتميزين في العمل الاجتماعي. تأتي استضافة البحرين لهذا المؤتمر الدولي لتؤكد على ما يزخر به العالم العربي من إمكانيات بشرية قادرة على إدارة القضايا المتعلقة بالعمل التطوعي في سبيل الارتقاء بالعمل الاجتماعي الأهلي. في نسخته الثانية يبحث المؤتمر الطرق المثلى للتعريف بقياس أثر العمل التطوعي على المجتمع وآلية تطبيق البرامج المجتمعية المتنوعة التي من شأنها أن ترتقي بكل ما تقدمه الجهات المعنية بالعمل التطوعي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.